بعض المواد الغذائية احنا قمنا بواحد الدراسة لقينا ان ارتفعت ب 20% 25% مقارنة يعني بالثمن الاصلي، والاجور ديال المواطنين بقاو لمدة سنتين في نفس المستوى ديالهم. المسألة اللي ما مزياناش اليوم هو ان واحد العدد ديال البضائع وديال السلع وصل واحد المستوى الغلاء وبقاو في ذاك المستوى. فيما يتعلق بالقطاع السياحي والقطاع الخدماتي هناك مجهود كبير خصو يدار، لان القطاع السياحي كنعرفوا انه تضرر من الجائحة ديال كورونا اليوم، ولكن اليوم القطاع السياحي المغربي ضروري نشتغلوا على الجاذبية ديالو، الجاذبية ديالو من حيث تجويد الخدمات وفي نفس الوقت من حيث، وهذه نقطة أساسية جدا، من حيث العرض. إذا مثلا كنعرفوا واحد العدد ديال المغربيين والمغاربة كيفضلوا اليوم انهم يدوزوا العطلة ديالهم خارج ارض الوطن ويمشيوا لاسبانيا ويمشيوا لتركيا ويمشيوا لدول اخرى. علاش؟ لان العرض هناك، هناك جودة احسن وهناك اثمنة ملائمة جدا. وهنا غادي نوصل النقطة اللي تحدثنا عليها، العلاقة بالاقتصاد والقدرة الشرائية. القدرة الشرائية ديال المواطنات والمواطنين مين كناش نحسنوا منها الا ما حسناش من التنافسية في الاسواق، ولا ما حسناش من العرض المغربي بحيث أن تكون جودة مهمة بأثمنة ملائمة جدا. هنا فين المواطن المغربي غادي يقول بأن هناك يعني واحد العرض اللي هو مهم، وأيضا غادي يقول بأن هناك واحد الجودة اللي تصاحب هذه المسألة. بالنسبة للعلاقة ديال الغلاء ديال الأسعار وديال التضخم مع الاقتصاد الوطني، احنا كنعرفوا بأن بالفعل هناك واحد التداعيات سلبية اللي جات منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. أكيد كان هناك واحد تضخم على المستوى الدولي، الغلاء السلع وديال البضائع، المواد ديال البناء شفنا الارتفاع ديالها، الحديد، الإسمنت، الزجاج إلى آخره، لأن هناك ارتباك في المنطقة الروسية الأوكرانية. استمرينا في الضغط التضخمي بحيث أن الضغط التضخمي في المغرب ما بقاش فقط مستورد، ولا يعني شبه هيكلي، بحيث أن ولينا في واحد الجو عام ديال التضخم، واصبح يعني بعد يعني بعد التجار مع الاسف استغلوا هذا الوضع باش انهم يزيدوا من الاثمنه ورفعوا منها بدون يكون عندهم تضرر مباشر او غير مباشر. علاش؟ لان كان جو تضخمي عام. اكيد هذا اثر سلبا على القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين، بحيث بعض المواد الغذائيه احنا قمنا بواحد الدراسه لقينا ان ارتفعت ب 20% 25% مقارنة يعني بالثمن الأصلي في الوقت اللي المستوى ديال الدخل والأجور ديال المواطنات والمواطنين بقاو لمدة سنتين في نفس المستوى ديالهم. يعني هنا فين كان التضرر كبير، أن كان ضغط تضخمي كبير جدا والناس بقات في نفس المستوى ديال الأجر، وبالتالي الناس استغنات على واحد الأمور اللي كانت تعتبر حقيقة هي ماشي ثانوية ولكن متنفس لهم، يعني الترفيه، السفر، الخروج. اكثر من هذا وهنا غيكون يعني الضرر الاقتصادي باين، الادخار. كان الادخار وكان التوفير شويه قبل، وكانت الناس كتقدر انها توفر شويه من المدخول ديالها من الاجر ديالها. اليوم تقريبا ما بقاش، والاجراءات الحكوميه الاخيره اللي كانت هناك واحد الزيادات اللي دارت في القطاع العام، ولكن مثلا الناس اللي كيشتغلوا في القطاع الخاص لم يستفيدوا بما يكفي من هذه الزيادات، وهما اللي كيمثلوا الفئة النشيطة العريضة، وهما اللي يعني كيحركوا العجلة الاقتصادية، لأن عندهم أجور مهمة، عندهم حركية أكثر، عددا أكثر من الناس اللي كيشتغلوا في القطاع العام ما استفدوش. وهنا بغيت نفتح واحد القوس. مثلا كانت خصنا أو كان من الأجدر تكون هناك واحد الجرعة حكومية باش مثلا نمشيو للضريبة على الدخل. سنعقل سابقا في حكومة ديال العباس الفاسي، واخا ما يمكنناش نقارنوا داك الوضع اللي كان في هذيك الوقيته الوضع دابا، ولكن مازال عقل، كانوا جوج ديال يعني ديال محطات ديال الحوار الاجتماعي، بحيث نقصنا 2% من الضريبة على الدخل المرة الاولى، والمرة الثانية عاود نقصوا 2%، يعني الضريبة على الدخل انقصات ب 4%، وهذا كان عنده أثر على الأجور لدى القطاع الخاص ولدى القطاع العام، بحيث أن الناس عرفوا واحد الزيادات على حسب المستوى الأجر كل واحد اللي كتراوح من 800 حتى 1500 درهم على حسب الأجر الصابط كل واحد. هذه لو أنها دارت يعني في هذا الحوار الاجتماعي اللي كان في هذه الفترة هذه كاملة، كانت تعطي متنفس يعني المواطنات والمواطنين باش أنهم يعني على الأقل هذيك الزياده اللي غادي يحصلوا عليها من خلال يعني نقصوا واحد النقطتين من الضريبه على الدخل، واخا تكون على مرحلتين ماشي مشكل، كانت غتعطيهم واحد
خاصك الفرصه باش انهم يعني يكون عندهم متنفس باش انهم يغطيو يعني هذا الضغط التضخمي اللي كنا كنعيشوه، هذا الغلاء مع الاسف اللي ولا هيكل، لان المساله اللي ما مزياناش اليوم وهنا واحد العدد ديال البضائع وديال السلع وصلوا واحد المستوى ديال الغلاء وبقاو في ذاك المستوى، ما عدا بعض المنتوجات ديال الخضار وديال الفواكه اللي كتنخفض واحد شويه وكتعاود ترتفع بحال الطماطم بحال البطاطس الى اخره، ولكن هناك واحد المنتجات اللي ارتفعت مواد غذائيه مواد ديال التغذيه اللي وصلت لواحد المستوى وبقات فيه، اذا الا ما تزادتش غتبقى في ذاك المستوى، وهذا يعني يضر بالقدره الشرائيه للمواطن لا على مستوى الانفاق لا على مستوى التوفير ولا على مستوى يعني تحريك العجله الاقتصاديه في السياحه وفي الخدمات وفي الترفيه وكل هذه الامور هذه. وهذا كنشهدوا لان هذه يعني واحد الملاحظه خلال هذا الصيف 2014 لاحظت الناس ما سافرتش بزاف، واحد العدد العائلات فضلوا انه مثلا يدوزوا عطلات الصيف ديالهم في المنازل ديالهم، لان كان غلاء ديال الاضحيه مرتبط بعيد الاضحى، الدخول المدرسي على الابواب، والناس يعني في واحد الوضعيه ماليه غير مريحه جدا، وعليهم واحد الضغط كبير بحيث ان واحد العدد ديال الاسر ما سافروش وانهم استغناوا على العطله الصيفيه، وغير جيد غير صحي للعائله للاسره للاطفال الوليدات اللي في المدرسه. اذا الصحه الاقتصاد الوطني مرتبطه ارتباط مباشر بالاشكاليه ديال غلاء الاسعار، والمعالجه ديال الاشكاليه خاص يعني اجراءات حكوميه ناجعه وفعاله تمشي للقطاعات الفلاحيه المعنيه، ماشي فقط في المجال الفلاحي ولكن ايضا في المجال الخدماتي والمجال ديال التجاره. ولهذا داكشي علاش ركزت ان في القطاع الفلاحي خصنا نمشيو للمواد الاساسيه هي اللي نشتغلوا عليها اكثر ونوفروها، لان كنعرفوا يعني على مستوى يعني قانون العرض والطلب ملي كيكون الطلب بكثره اكيد ان الاثمنه تتراجع، والعكس صحيح، في الوقت اللي كتكون ندره وكتكون الماده عليها الضغط وعليها طلب كبير وما متوفراش الاثمنه كتكون مرتفعه، وهذا اللي شهدناه في الاسواق وراه كاين اليوم في واحد العدد ديال المنتجات. خصنا ننتبهوا لهذه المسائل هذه، كل ما ركزنا على المواد الاساسيه اللي فيها الاكتفاء الذاتي واللي غادي تلبي الطلب ديال المواطنات والمواطنين، كل ما غنتحكموا في الاسعار اكثر وكل ما غادي نقدروا اننا يعني نوفروا واحد المنتجات للمواطنات والمواطنين بواحد الاثمنه اللي هي ملائمه، وبالتالي ما يكونش عندهم ضغط في الخزينة ديالهم المنزلية وهذيك الميزانية ديالهم الشهرية يقدروا يسيروها بواحد الأريحية. هذا فيما يتعلق بكل ما هو فلاحي. فيما يتعلق بالتجارة وهنا خص الإجراءات الحكومية تفعل، لأن شهدنا في الموجات التضخمية كانت مضاربات، كانوا تجار اللي جاوا كيرفعوا من الإثمنة بواحد الطريقة اللي هي هستيرية، ما كانش مراقبة فعلية في الأسواق، وهنا فين كيبان الدور الحكومي في تفعيل الإجراءات اللي متعلقة بالزجر متعلقة بالمراقبة ومتعلقة أيضا بالتحسيس وبالتوعية وبالمصاحبة للمواطنات والمواطنين، باش كنوجههم باش كننصحوهم باش كنقول لهم ها فين خصكم تقتنيوا وها المسائل اللي خصكم تنتبهوا منها إلى آخره، باش كنحميو القدرة الشرائية للمواطن، لأن المواطن في صلب العجلة الاقتصادية، إذا ما حميناش القدرة الشرائية للمواطن ما غاديش يكون هناك رواج مالي، ما غيكونش هناك حركية، راه حنا تبارك الله 38 مليون نسمة، محتاجين المواطن المغربي أنه يوفر ويدخر وانه يصرف وانه يعيش باريحيه وانه يكون في واحد الوضعيه ماليه اللي هي مريحه. وهنا الى سمحتي ليا غادي ننتقل للمقاولات المغربيه، لان ما يمكنش نهضروا على الاقتصاد المغربي ونهضروا على الغلاء ديال المعيشه بالنسبه للمواطن وما نتحدثوش على المقاوله. علاش؟ النسيج المقاولاتي المغربي هو واحد 90% ديال المقاولات اللي هي صغيره وصغيره جدا. هاد المقاولات منين تكون؟ متكونة من ناس بسطاء من مواطنات ومواطنين اللي مع الأسف تيدوزوا واحد المرحلة صعبة على المستوى الأسري وعلى المستوى الشخصي، وهذا يؤثر على سير المقاولة، لأن طبيعة ديال المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب هي مقاولات شبه عائلية، هي مقاولات أسرية، وهي أيضا مقاولات فردية، أشخاص اللي كيكون عندهم ما يعرف الباتونت، أشخاص اللي مشاو في الاطار المقاول الذاتي، ومع الاسف اليوم هذا الاطار المقاول الذاتي ما بقاش محفز، لان في الوقت اللي كنا كنقولوا انه يحقق رقم معامله ديال 200000 ولا 400 500000 درهم للسنه، اليوم راه ولا تعجيزي، لان كنقولوا له ما خصكش تفوت 80000 درهم مع نفس الشركه او نفس الشخص والا راه خصك تادي 30%. اذا هذه كامله اشياء كتخلي ان المقاوله الصغيره والصغيره جدا
ما تشتغلش بعليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.